أهلا وسهلا بكم. هذه الألغاز المنطقية لا يقدر عليها كثير من الناس، فهل تستطيع أنت أن تعرف إجابتها؟ اللغز الأول: يعمل باتريك مهندسا تقنيا، وقام بالذهاب في نزهة إلى حدائق جوز الهند، وأثناء طريقه وجد نهرا قام بتسميمه أحد الأساتذة المؤذيين، وكل الكائنات الحية به ماتت، وتم اختطاف باتريك وحبسه في غرفة، وكان يوجد في الغرفة مركب من البالون ودلو وحبل، وأمامه للخروج ثلاثة منافذ. الأول: نافذة الغرفة ولكنها على ارتفاع عال. الثاني: باب يؤدي إلى حديقة مليئة بالحيوانات المفترسة. الثالث: يؤدي إلى نهر به قرش يأكل البشر. فماذا يفعل؟ هل عرفتم الحل؟ الحل هو الباب المؤدي إلى النهر، لأنه تم تسميم النهر وماتت كل الحيوانات، لذلك يمكنه المرور بسلام. اللغز الثاني: تخيل أنك في رحلة تحت أعماق البحر، وأثناء وجودك أسفل المياه وجدت قصرا سريا، وعندما اقتربت منه فجأة تم اختطافك ووضعك في غرفة، والأكسجين الذي معك أوشك على الانتهاء، ويجب عليك الخروج في أسرع وقت، وأمامك ثلاثة أبواب لكي تخرج: الأول به قرش كبير، الثاني تمساح كبير، الثالث به سمك الكهرباء ذات أحجام كبيرة. فماذا تفعل؟ الإجابة هي الباب الثاني الخاص بالتماسيح، لأن التماسيح تعيش في المياه العذبة ولا يمكنها العيش كثيراً على عمق في المياه المالحة. اللغز الثالث: عندما تقفز من طائرة فأنت لا تخاف، لأن لديك باراشوت خاص بك، أليس كذلك؟ ولكن كيف سيكون الوضع إذا كان الباراشوت الخاص بك تعطل ولا يمكن أن يفتح؟ بالتأكيد لا تريد الانتظار حتى تقع على الأرض، فما الحل إذن؟ لديك ثلاثة مساعدات، فأيهما ستختار للنجاة؟ ستقوم بلف نفسك وتصبح مثل الكرة، تستخدم الباراشوت الاحتياطي، تنتظر صديقك الذي معك حتى يمسك بك؟ الإجابة هي استخدام الباراشوت الاحتياطي، لأن الخيار الأول مع قوة الدفع لن يجعلك تنجو، والخيار الثالث لن يسلمك أنت وصديقك. اللغز الرابع: ماذا تفعل إذا رأيت دباً مفترساً أمامك فجأة؟ لديك أربعة اختيارات للخروج من هذا الموقف: الأول، تهاجمه وتدافع عن نفسك، الثاني، تحاول أن تصاحبه وتخدعه لكي تنجو، الثالث، تجري مسرعاً، الرابع، تسقط وتتمدد أرضاً لكي تبدو وكأنك ميت. جاوب بسرعة قبل أن يهجم عليك الدب. الإجابة هي الاختيار الرابع، لأنه عندما يراك هكذا لن تكون مهدداً له، وسيرحل عنك وتستطيع أن تسلم. اللغز الخامس: أيهما هو الأغنى؟ افحص الصورة جيداً وأخبرنا بالتعليقات. هذه كانت بعض الألغاز الصعبة،
كم لغز استطعت حله؟ أخبرنا بالتعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته. شكرا لكم وإلى اللقاء.